نشجع هاي اللعبات اللي جاي يصير الى ما نشجعها، بمعنى بعد مثل ما يقولون اكو يسد الحظر. هسه احنا نريد نفتح الحظر على العراق. إيه كنا نحييه على ام بي سي، كنا نحييه على ام بي سي. لهيك عاجب لهيك عاجب احلى برنامج صدى الملاحي. في العراق كان الحدث، في العراق لقاء أخوة بعد تحية وسلام، ودقيقة صمت على أرواح شهداء قضوا، ومشهد عكس صورة رقي تلك المستديرة. في استاد البصرة أسماء انتظرت المشاركة وأسماء لعبت منذ البداية، والكل اتفق أن البطولة مهمة ولو بطابعها الودي، وهي اختبار للجاهزية والبحث عن توليفة أفضل لنسيان ما كان من خيبات الآسيوية. على أرض الميدان في شوط أول ما حضر الكثير، جس نبض البدايات طغى على كل المجريات، ولو أن السوري كان الأخطر واعتمد على الكرات الطولية لكسر تلك الدفاعات الأردنية التي كان خطها الأخير في كل مرة عامر شفيع. الأردن قبل خواتيم الأول خطف اهتمام العدسات وهدد مرمى مدنية بفرصتين اختلفتا في الخطورة، والتمهيد للثاني بدأ أنه سيدور في تبديلات المدربين التي غيرت من شكل المواجهة، من شهدت خطوطا مفتوحة والتوجه دار حول تركيز على تسديدات من خارج المنطقة تنوعت خطورتها بين أبيض وأحمر. يقدر يسدد يسدد كرة بعيدة، الله كرة حلوة كانت، تسديدة مباغتة كانت، هو هيأ. عاد الخبرة في رأس الخطيب بعد طول غياب، والعارضة منعت أول أهداف النسور، وبكل تأكيد بدأ أن الهدف يطبخ على نار عودة الروح والتوازن، توازن فرض أحقيته أحمد مدنية قبل أن يكون للخطيب كل الأحقية بهدف سبق الانتصار بعد استحقاق التحية. عندما نسمع ما يقولونه خلال الكرات، كرة خطرة، جول نهاها 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 نهاها، واحنا القائم السوري منع هدف تعديل النتيجة، والانتصار ولو بهدف وحيد إلا أنه قدم صورة إيجابية على تغييرات يتمنى كل عاشق أن تكون دائمة وجذرية. معاذ خلوف، صدى الملاعب. مباراة المنتخبين السوري